السلام عليكم. قدر الله تعالى لكل إنسان ميتة محددة، فمن عاش حياته باللهو والمعاصي ستكون خاتمته فظيعة مؤسفة، ومن قضى حياته بطاعة الله وعبادته ستكون خاتمته حسنة مشرفة. ولكن الأمر الغريب هو ما سنسمعه في قصة اليوم عن شيخ ومؤذن مسجد فتن بفتاة شديدة الجمال فجرته لسوء الخاتمة، فلنتابع معا. ولكن قبل البدء بالمقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب والاشتراك بالقناة دعما لنا على الاستمرار. في أحد الأيام وفي إحدى البلدان العربية المسلمة كان هنالك شيخ ملتزم بأحد المساجد الشهيرة، وكان يذهب للمسجد في أوقات الصلاة الخمسة في كل يوم فيؤذن ويقيم الصلاة وينال أجر الجماعة، وكان عليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة والقرب من الله تعالى، وبقي على هذه الحال سنين طويلة حتى عرف بين الناس بالطاعة والعبادة. وفي يوم من الأيام حان وقت صلاة العصر فصعد إلى المئذنة على عادته ليرفع الأذان، وكان تحت المئذنة دار لرجل نصراني دمي، فنظر الشيخ إلى تلك الدار من دون قصد فوقعت عينه على ابنة صاحب الدار، وكانت شديدة الحسن والجمال فافتتن بها وسلبت عقله على الفور وتعلق بها قلبه، فما كان منه إلا أن ترك الأذان وغادر المسجد، ثم نزل إليها يطرق باب دارها، وما إن فتحت له حتى دخل على الفور، فتفاجأت تلك الفتاة بشدة مما حصل، فما الذي جاء بشيخ المسجد إليها وهي نصرانية ولا يربطهم شيء بهذا الرجل؟ فقالت له: ما شأنك؟ ما تريد؟ فقال: أنت، أريدك أنت ولا شيء غيرك. قالت: ولماذا؟ فقال لها: لقد سلبت عقلي مني وتملكت في قلبي. فصدمت الفتاة من كلامه فقالت: لا أجيبك إلى فعل الفاحشة أبدا. فقال لها الشيخ: أتزوجك إذن؟ فقالت له: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. هنا نسي الشيخ دينه ومسجده والسنوات الطويلة التي قضاها في طاعة الله تعالى وقال: فإذا أتنصر ثم أتزوجك. فقالت الفتاة: هل تغير دينك لتتزوجني؟ فقال: نعم أفعل. فقالت: حسنا، إن فعلت أتزوجك. فتنصر ليتزوجها وذهب إلى والدها فوافق على زواجه بابنته وأقام معها في الدار ذاتها بجوار المسجد. وفي يوم زواجه وقبل أن يختلي بزوجته صعد إلى سطح ذلك الدار ليتفقده، فأفقده الله توازنه فسقط منه فمات، فلا هو قد أبقى على دينه وطاعته ولا حتى حظي بمتعة زواجه، فخسر الدنيا والآخرة ومات على سوء الخاتمة عقابا له على الاستهانة بالله والاستغناء عن دينه. فنعوذ بالله ثم نعوذ بالله من سوء الخاتمة. وقد حدثت قصة مشابهة لهذه القصة في عهد الفتوحات الإسلامية مع أحد فرسان المسلمين والذي كان يدعى عبدة بن عبد الرحيم. فقد ذكر ابن الجوزي أن هذا الرجل عبدة كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم ومن فرسان المسلمين الأشداء وحفظة القرآن. فلما كان في إحدى الغزوات حاصر المسلمون بلدة من بلاد الروم كان فيها حصن منيع، فنظر عبدة إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن فتملكت من قلبه وسلبت عقله بجمالها، فراسلها وكتب لها: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ فقالت: إن تتنصر أدلك كيف تصعد إلي. فما كان منه إلا أن تخلى عن دينه وعن قومه وأجابها إلى ما طلبت، فساعدته على الدخول إليها، فلما علم المسلمون بأمره فزعوا من هول ما عمل، فاغتموا بسبب ذلك غما شديدا وشق عليهم مشقة عظيمة. وبعد انقضاء مدة من الزمن مروا عليه وهو مع تلك المرأة فقالوا له: يا فلان، ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ فقال: اعلموا أني أنسيت القرآن كله إلا قوله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقد صار لي في الروم مال وولد. وهكذا يقلب الله القلوب بغمضة عين.
فباستطاعته أن يجعل العاصي تائبا عابدا والطائع مرتدا خاسئا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. نرجو أن تكونوا قد أعجبتم بما قدمناه لكم في هذا المقطع. إن أعجبكم المقطع لا تنسوا وضع إشارة الإعجاب دعما لنا والاشتراك بالقناة، ودمتم بحفظ الله ورعايته.